رجعنا لحضراتكم من جديد. كان معانا الفقرة اللي قبلينا اللي قبليها انه شخصية اللي كمل الدراسة بعد سن معين بعد سن 45. الفقرة دي برضو فيها حاجة حلوة بس بشكل مختلف، ان احنا عندنا طفل صغير عنده 9 سنوات اتكرم من وكالة الفضاء الأوروبية عن تلسكوب، هو بقى يشرحه عشان هو عالم وفي الفضاء وهو اللي يشرحه لي. تعالوا نرحب في البداية بضيفي العزيز الأول الوالد، عشان الكبير هو طبعا نرحب بيه، الأستاذ حمادة حضرتك. أحمد. صباح الفل. صباح الخير. ونرحب بقى بالعالم بتاع وكالة الفضاء، صباح الفل أحمد حمادة. أخبارك إيه؟ الحمد لله. عامل إيه؟ كويس. إيه الحاجات الحلوة دي؟ وكالة ناسا منزلة لك صور كمان، إيه الأخبار؟ كويس الحمد. نبدأ بمين؟ ببابا ولا نبدأ بيك؟ أي حاجة. نبدأ ببابا. بابا، ايه حكايه بقى احمد وموهبته والحاجه الحلوه اللي عنده في ان انت اكتشفت فكره ان هو ممكن يكون عنده فكره ان هو يعمل حاجات اللي هي اللي هي علاقه بالفضاء، وانه ممكن بقى يكمل يبقى عالم من علوم الفضاء او خلينا نبدا. هو في بدايته وهو صغير كان مش طفل عادي يعني، كان عنده نظره للحاجه، كان حتى مثلا كان في نموذج للاهرامات كان معمول في هو تقريبا في كان في KG1. كان عنده كام بقى سنة ساعتها؟ 5 مثلا، يعني 4.5 أربعة 5 ونص 5. فجيت جيت من الشغل لقيته جاب من سوبر ماركت جنبنا كده كرتونة فاضية، وبيقول لي يا بابا أنا شفت الميس عاملة أهرامات فأنا عايز أعمل زيها. فهو يعني طفل، وإزاي أصلا يبص على المجسم اللي معمول ويعرف هو معمول من إيه وعاوز ينفذه. دي كانت حاجة طبعا خلتني أنتبه اللي هو فعلا الملاحظة مش طفل. إنك لاحظت ده. بعد كده فعلا عملنا وديناه المدرسة وطلع أفضل من الميس عاملاه. انا مربيه طبعا على تقديره للعلم، وبحكي له دايما على العلماء وفادونا بايه، ويعني بستثمر فيه في حاجه مفيده اللي هي العلم. هاي هي اهم حاجه. هايل. ايه بقى قصه هو اللي يحكي لنا بقى؟ احمد انت بقى راجل عالم كده، احكي لي التلسكوب ده اسمه ايه؟ ده تلسكوب اسمه جيمس ويب. اوكي، ايه قصه التلسكوب اللي انت خدت منه تكريم من وكاله الفضاء الاوروبيه؟ هي كانت وكالة ناسا عاملة مسابقة للعالم كله اللي يعمل مجسم زي ده، فأنا عملت مجسم شبه ده بس مش هو ده، كان واحد قبليه. فأنا اتصورت أنا وأختي أسيل وبعتناها لوكالة ناسا، ووكالة ناسا كرمتني ادتني كده علبة فيها حاجات هدايا وحاجات كده. طب التلسكوب ده بيعمل ايه؟ يعني ايه فايدته؟ بيفيدنا احنا كبشر في ايه؟ يعني هو دلوقتي بيطلع الفضاء، هو الوقود بتاعه 10 سنين، هيطلع فوق يصور الكواكب والنجوم والصدم والحاجات اللي زي دي كده. اوكي، طب هل انت درست بقى قصة انك انت ازاي تعمل تلسكوب؟ يعني هل انت خدت كورس معين؟ هل انت دخلت اونلاين شفت القصة ازاي؟ يعني ايه الحدوتة انك انت عرفت ازاي تعمل تلسكوب انت عامله كذا طبقة؟ لا احكيهولي وصفهولي، انت راجل عالم واعذرني. ها، ما احنا بنجيب ورق مقوى كده من اللي هو علبة الجاتوه، وبنقصه على شكل اللوح الشمسية دي اللي بتعمل التلسكوب اللي هي الكبيرة دي. اوكي، وبنقصها على شكل التلسكوب وكده، وبابا بيجيب كده حاجات بنقصها عشان يبقى زي المراية بتاعت التلسكوب الصفرة دي. وده بقى يطلع الفضاء يصور الفضاء كله. اوكي، جات لك منين الفكرة دي؟ يعني هي المسابقة اللي اعلنت قالت انا عايزة حاجة معينة، ولا هي اللي جات لك؟ لا خلينا انا اقول. قول يا بابي. هو احنا طبعا عشان احنا مهتمين بالفضاء فعارفين كل المهمات والصواريخ والحاجات اللي الوكالات بتعملها، فده طبعا كان لسه هيطلع الفضاء، فاحنا يعني عارفين شكله، فحاولنا نبني مجسم زيه بالظبط زي الحقيقي بس بحاجات في البيت عاديه، يعني ورق مقوى داخل البيت. وفعلا عملنا التلسكوب واحمد صورته هو واسيل، واسيل دي بنوتي. وفعلا نزلناه على الـ على الـ على الـ على الفيسبوك، وبعد كده وكاله ناسا شافوا الصوره وحبوا ياخدوها على الموقع بتاعهم. هايل. بعد كده بعتنا الصوره نفسها لوكاله الفضاء الاوروبيه، وكاله الفضاء الاوروبيه عجبهم الصوره، ويعني احمد اداهم الفكره اللي هم يعملوا مسابقه على مستوى العالم بيناشدوا الاطفال اللي قد احمد. يعني العكس. طب مش تقول يا مش احمد مين قبل مين؟ اساك يعني كان لسه برضه الكلام ده من سنتين، كان لسه صغير. انا اللي كنت متابع له الموضوع. يعني هو الهم، قصدي الهمهم اللي هم يعملوا مسابقه فكره المسابقه.
ففعلا الوكاله تواصلت معايا وقالوا لي احنا هنعمل لحم، هنعمل مسابقه على مستوى العالم نناشد الاطفال اللي زي احمد يعملوا الايه؟ تلسكوب زي ده. كانوا هم خلاص كرموه بقى. لا كان لسه. كان لسه. بس هناخد الصوره نحطها واجهه، يعني الصوره بتاعتكم دي مرشحه لها تبقى الواجهه للمسابقه مع ضمن الثلاث اربع صور كمان. الله. بس للاسف ما كانتش الصوره بتاعتنا هي الواجهه للمسابقه، بس احنا كنا احنا الاساس بتاع المسابقه. اه. فبعد كده تكريما منهم بعد المسابقه احنا خدنا تصويت عالي برضو على التلسكوب، بس هو مش ده بالظبط. احنا زي ده بس غيره، يعني احنا حاولنا نعدل منه بعد المسابقه حتى وعملنا احسن منه. اوكي. بعد كده راح بعتوا لنا بقى الهديه، قالوا لي الهديه المسابقه خلصت. بعتوا لك ايه يا احمد الهديه فيها ايه؟ بعتوا لي كده شنطه قماش مرسوم عليها التلسكوب والنجوم وكده. يعني جوه الشنطه ايه؟ جوه انا طمعانه في اللي جوه الشنطه. وستيكر كده للمهمات الفضائيه للمركبات الفضائية وتلسكوب هابل اللي هو ده. اه. وتلسكوب جيمس ويب وحاجات زي كده. برضو مش عايز يقول جوه الشنطة ايه. عمال يفكر لك اه دي ممكن تطمع في حاجة من جوه الشنطة. سوسة. طيب التلسكوب التاني ده عبارة عن ايه؟ اشرحوا لي يا احمد برضو انت. اللي هو تلسكوب هابل. ده اسمه هابل؟ اه. ايه دوره ده بقى ومختلف عن الاولاني في ايه؟ هو برضو زي تلسكوب جيمس ويب بيطلع الفضاء برضو بيصور. آه. بس هو ليه الكاميرا اللي هي دي ودي اللي هي فوق وتحت. يعني الاولاني كاميرا واحده. اه. التاني كاميرتين. يعني ده احدث. لا بس ده احدث واغلى تلسكوب. ولحد دلوقتي. اوكي. لكن المختلف ان ده بيصور بكاميرتين بزاويتين مختلفتين. أوه. وده بيصور بزاويه ده بيصور بالاشعه تحت الحمراء، لكن ده بالاشعه تحت البنفسجيه. ايه الفرق ما بينهم يا احمد؟ الحمراء والبنفسجيه. هو ده بالاشعه بالضوء المرئي وده بالاشعه تحت الحمراء. اشرح لي بقى الفرق بينهم. ما هو ده الفرق بينهم بقى. لا هو مش هو بص الفرق اللي ده بيقدر يرصد اماكن في الفضاء هابل ده ما بيقدرش يرصدها. آه. الاشعه بتاعت الحمراء ده الاشعه دي بتخترق ادق حاجات. يعني هو ادق. اه بتخترق حاجات داخل السدم نقدر نشوف ايه اللي جوه السدم بيحصل، يعني بتخترق الغبار الكوني. أوكي. والكلام ده. هو احدث من هابل عشان دقه الكاميرا او دقه التصوير. اه في الادوات بتاعته صغيره. اه في الادوات بتاعته بترصد اكتر. أوكي. يعني انا مش فاكره، انا كان عندي 6 سنين برضه مش فاكره ايه المجسم اللي انا عملته، بس يعني اكيد مش زي اللي انت عملته لوكاله ناسا. يعني انت شطور اكتر مني بكتير، ولازم تكمل ولازم تتعلم ولازم يعني يا بابي تكملوا معايا علشان يبقى نشوفوا احسن بقى يعني عالم في الدنيا. هو بيتعلم وبيعلم. هو بيقدم محاضرتين للاطفال. وهو اصلا بيعمل فيديوهات. ايه بقى موضوعات المحاضرات اللي انت قدمتها للاطفال؟ انا قدمت لحد دلوقتي محاضرتين للاطفال. ايه بقى موضوعهم؟ فهمتهم إيه؟ يعني ايه اول حاجه فهمتهم يعني ايه السنه الضوئيه. يعني ايه السنه الضوئيه؟ اشرح لي. اعتبرني طفله كده وقاعده قدامك تلميذه وبتشرح لي. هو السنه الضوئيه دي قعدنا حسبنا مع بعض الضوء بيمشي في الثانيه الضوئيه قد ايه، وفي الدقيقه، وفي الساعه، وفي اليوم، وفي الشهر، وفي السنه. طلعوا 9.5 تريليون كيلومتر. يعني الضوء بيمشي في السنه 9.5 تريليون كيلومتر. اوكي. دي المحاضره الاولانيه. المحاضره الثانيه عنوانها ايه؟ انا فهمتهم احنا مكاننا ايه في الكون والمجموعه الشمسيه واحنا عايشين في مجره ايه. احنا عايشين في مجره درب التبانه وكده يعني. اه انت عارف انا لو بقيت طالبه عندك هجيب الفول مارك، مش عارفه ازاي، بس هحاول يعني اذاكر اللي انت هتقوله لي عشان انا كنت ادبي برضو. انت ناوي تخش علمي ولا ناوي تخش ايه؟ لا اي حاجه بس تدخلني حاجه كويسه. يعني انت عايز تخش كليه ايه او تكمل تبقى ايه؟ نفسك تطلع ايه لما تكبر؟ نفسي اطلع رائد فضاء. رائد فضاء. يعني هتخش بقى قصه العلوم والفيزياء والكيمياء والحدوته دي الجميله دي. طيب انت في حاجه جنبك كده وراها قصه. ايوه. احكي لي انت بقى قصتها يا احمد. انا كنت في سنه اولى وكانوا بيوزعوا لنا وجبه في المدرسه. فانا ادوني الوجبه دي الورقه بتاعتها مرسوم عليها دكتور احمد زويل. فانا ما رضيتش ارميها عشان انا بحب العالم ده قوي، فروحت اديتها، فضلت عينها في الشنطه، رحت اديتها لبابا قلت له يا بابا خد ادوني النهارده في المدرسه الوجبه دي. اوكي. وبعدين كملتها بقى وعملتها كده واحتفظت بصورته. من سنتين.
اشمعنى حبيت الدكتور احمد زويل؟ عشان هو يعني دكتور مصري وكويس، واخترع حاجات جميل، يعني اخترع الفينتو ثانية، وانا بقدر اي عالم يعمل اي حاجة مفيدة للناس. هايل، انا فخورة بيك قوي 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 يا احمد. انا عايزة بقى احكي لك قصة سريعة كده عن دكتور احمد زويل. انا التقيت بيه شخصيا الله يرحمه، واتكلمت معاه، وكان حصل كده موقف ان انا سألته سؤال، كنت مراسلة صحفية، وكان السؤال الحمد لله كان فخر بالنسبة لي ان السؤال يعني قال عليه سمارت كويستشن، يعني سؤال حلو عجبه. بس هو شاف في عينيا ان انا يعني ايه، خلاص بقى كده انا ممكن اوصل للاخر بقى، فانا مش هتعلم تاني او مش هذاكر تاني. فجابني احمد وقال لي انا عايز اعلمك حاجه، مش انا الدكتور احمد زويل خدت جايزه نوبل وي وي وي؟ قلت له طبعا، هو يعني خلاص كده. قال لي انا لغايه دلوقتي بتعلم. ليه؟ لانه زي ما انت بتفضلي تاكلي وبتفضلي تشربي، هل ينفع نبطل اكل وشرب حتى لو شبعنا، ولا هنفضل نجوع وناكل ونشرب؟ هنفضل طبعا. قال لي عقلك برضو هيفضل طول الوقت محتاج تغذيه، والتغذيه بتيجي بالعلم. فعشان كده انا حبيت اقولها لك، علشان ما دام انت بتحبه حبيت اوصل لك رسالته برضو اللي قالها لي، فقلت يعني امانه ان انا اوصلها. وكمان الحاجه الوحيده اللي كل ما بتكتر قيمتها بتزيد هو العلم. يعني الذهب نفسه لو كتر مش هيبقى ليه قيمه. صح. العلم الوحيد اللي مهما يكتر فالانسان بيبقى فعلا ليه كرامه وليه قيمه فعلا. انا سعيده بيك كمان كاب، انه انت عندك ذكاء الابهات الملاحظه، ان احنا دايما بنقول للاباء والامهات خلوا بالكم من ولادكم، عندهم حاجة حلوة، ما هو ده وموهبة فعلا. حلوة فين؟ مش عارفين لسه. فعلا في ناس كتيرة بتسألني انت يعني عايزين نخلي احمد يهتم لاحظوا يا جماعة الاب والام تلاحظ، مش وراها حاجة، ربنا مدي لكل واحد قدرته اللي يقدر يعني يتميز فيها، ففكرة في الملاحظة. فأنا سعيدة بيك انك والاطفال لحزت. كلها موهوبين على فكرة، مفيش طفل، كل الاطفال بتولد عباقرة، بس احنا للأسف الأهالي عايزين نفرض عليهم مسار معين او بتخليهم سوري يعني أغبية. لكن كل الطفل، اي طفل بيتولد عبقري على فكره، في الفن، في الرياضه، في العلوم، في اي مجال، في كل فعلا حاجة. وكل واحد بيبقى عنده موهبه في حاجه، فلازم الاب او الام يكتشفوا الحاجه دي وبعد كده ينموها على قد ما يقدروا. انا بشكرك جدا جدا كاب، لانه ملاحظتك دي خلت عندنا بذره حلوه لعالم جميل، يا رب نشوفه زي دكتور احمد زويل الله يرحمه، ونشوف جايزه نوبل على ايدك، تاخد جايزه نوبل. احمد انا بوصيك انك تكمل وتتعلم، ولو انت بقى زي ما انت قلت كده بحب دكتور احمد زويل، خليه هو القدوه بتاعتك، واقرا عن قصه حياته، ادخل شوف الانترفيوهات بتاعته، هو بدا ازاي وذاكر ازاي وكمل ازاي لغايه ما وصل لنوبل، علشان انت كمان تجيب لنا جائزه نوبل. بس يوم ما تجيب جائزه نوبل وتبقى واقف على مسرح نوبل افتكرني. اول لقاء يبقى معاه ان شاء الله. وقول داليا كانت بتقول لي ده من 20 30 سنه. انا فعلا عملت له جائزه نوبل في البيت وقدمتها له، وهو كتب اتصور وكتب على الصفحه عنده ان شاء الله انا هاخد جائزه نوبل لما اكبر. يا رب يا رب يكتبها لك يا احمد ويكرمك ويوفقك، وهفضل متابعه موهبتك. خلاص انت بقيت ابن البرنامج هنا عشان تقول اسمي على مسرح نوبل، يعني خلاص كده هفضل ماسكه فيك. بشكرك يا احمد جدا جدا، وبشكر حضرتك استاذ حماده، وان شاء الله كده نتابع معاك موهبه احمد معاك لغايه ما يبقى معاه جائزه نوبل هنا ان شاء الله. بكده تكون خلصت هذه الفقره. الحقيقه يعني انا سعيده بيها جدا، لانه مصر ولاده، ودايما مصر فيها حاجه حلوه، سواء بانه احنا عندنا افكار مختلفه او ولادنا الحلوين اللي عايزين ان احنا ننميهم ونكبرهم.